نرجع لموضوع الماتش. في ستات بتبقى كارهه الكوره ومش فاهمه اصلا هما بيتكلموا في ايه وايه القرف ده وايه شويه العيال بتجري ورا كوره بلاستيك بالكلوتاج مش فاهمه ايه الحكايه، بس شايفه ان الماتش مهم بالنسبه للراجل اللي معاها، فتبدا تتعامل مع الحدث ده باهميه وبعطاء، والموضوع بيفشل برضه، فتحس ان هو ده انت ابن 60 بقى، ده انت وحش قوي. انا هقول لك على شويه معلومات مهمه جدا لو ربنا لا قدر الله اصابك في مقتل ورزقك براجل بيحب الكوره. لو الراجل اتفرج على الماتش في البيت افهمي حاجه مهمه جدا، ثلاث قواعد. القاعده رقم واحد انه بيتفرج في البيت، ده بالنسبه للرجاله تضحيه بنتي لذينه، ده تنازل عن كل مناسك الفرجه في القهوه وسب الدين وخش على من قدام يا لحان وقاعد معاك في البيت. ده ليه معنى من ثلاثه، انه يا اما مفلس فمتعكن ان هو مش عارف ينزل يتفرج على القهوه، يا اما اصحابه فكسوله فهو قاعد متعكنن. ونركز في كلمه متعكنن، لانه لو متعكنن بنبعد عنه اصلا في العادي، زي اي كلب في الشارع لو لقيت كلب بنبعد عنه، فمعلش اعتبرينا في اللحظه دي كلاب. يا اما رقم ثلاثة، وانا عارف اختي السائله ان انت ممكن ما تصدقيش اللي انا هقوله، بس الحاجه رقم ثلاثة ان هو ممكن فعلا يكون عايز يقعد معاكي في البيت. احنا كرجاله احيانا بنحتاج نقعد معاكم في البيت، صدق ولا تصدق؟ اه والله، طول ما احنا حابينكم ومرتاحين وحاسين ان الامور بتتطور والدنيا ظريفه، اكيد هبقى حابب ابقى معاكي في البيت. ايه اللي هيخليني ما احبش ان انا ابقى معاكي في البيت؟ لكن لو انا برجع من الشغل اول ما افتح الباب امك اتصلت وقالت ان هيهرب. يعني في ستات غشيمه، يبقى لسه الاكل هو الراجل بقاله 3 ساعات جعان عمال يزمعر زي الجمل، واول ما الاكل اتحط قدامه اسمع بقى ايه وانا باكل؟ مفيش حاجه اسمها اسمع بقى وانا باكل، مفيش اسئله وانا باكل، عايز ياكل، هو دلوقتي حيوان داجن لازم ياكل سيبيه. لا، في فالست الكومه اللي بتبقى فاهمه كويس بخبرتها، الله ربنا رزقكم باطفال في حفلتي، ده احنا طولنا بقى لنا كتير، فهي بتبقى فاهمه ان هي دلوقتي محتاجه مشكوره ومتنازله، ودول على مدار الكلام كله عن الماتش مش مطلوب منك تعملي حاجه زي كده، ده حاجه بنسميها هبه او عطاء منك، تنازل وكرم اخلاق منك. في ست بتبقى عارفه ان هو كان حابب يبقى على القهوه فبتعمل له القهوه في البيت، بتبعد عنه المتر و10 سنتي المعروفين. طبعا كل راجل دلوقتي قاعد بيقول ايه، اهرش لي في ظهري، اقول بقى اقول والنبي بص علي قول كده قول فهمه والنبي ابعد عنه، لان ده ماتش فيه 22 بني ادم بيسكعوا بيزحلقوا على الارض عشان يكعبلوا بعض جوه. هو اللي قاعد جنبك دلوقتي مش جوزك، ده هولوجرام، هو هناك في الملعب معاهم، هتلاقيه بيرفص ويعمل حاجات وبتاع، فبعد عنه 110 سنتي. ده مش فيلم لساندرا بولك، مش ايه الله ايه حبيب الماتش، اوعي دلوقتي من ام حياتنا خالص، لان هو هتلاقيه بيسب ويعمل حاجات وكده، فانت بكل بساطه تعملي له المشروبات اللي كان هيشربها، انت عارفه سكره وعارفه بيحب ايه، ده لو انت حابه تخدمي متنازله، فاعملي الشاي من غير ما تساليه تشرب ايه، لان هو مش جنبك، هو مش معاكي، مش عايز اسئله، قولي هعمل لك شاي، قرري وقومي، مش هو بيحب الشاي اعملي له شاي، ولكن وانت بتلمسيه لمسه خفيفه حانيه فيها بنص جنيه انوثه، لان هو بينسى، فده ليك انت لاحقا يعني، وده بتعمليه انتظار نتيجه مش مقابل، يعني اعمليها لوجه الله زكاة عن حلاوتك. لا هعمل لك شيء لمسه صغيره، اللي هو ما تحطوش بالنارين، لا ما تحط بلا، لان هو كده هيلعن اليوم اللي اتجوز فيه. زمان كنت بتفرج على الماتش الواحد بذكاء كده لمسه، وخدي بعضك من على الواسع كده، من نزله الزمالك من بعيد، وعدي بسرعه قدام التلفزيون، بس وانت بتعدي بسرعه برضو بنص جنيه كمان، ما تمشيش زي العسكري يعني، اي حاجه وهيرضى والله العظيم بجد، اي حاجه بس تعدي تلطش في الكادر كده وبتفرج عشان يبقى اللي هو ايه اوكي ماشي. والله بقول لكم كلام ما حد هيقوله لكم، اشتروا مني انا شفت كتير. كل ده بس في سبيل ان انت بتحافظي على انوثتك في المكان، ما تنتظريش منه وما ما تضغطيش عليه، يعني ما تخلوش يقوم
كان نفسي اتفرج بس يلا هيبقى هو معاكي في النجيله مش ما مش موجود بس حاجه كده من باب التذكره افتكر معاك واحده ست في البيت مش اكتر وخشي جوه اعملي الحاجه وارجعي. رقم واحد ان انت بتعملي له القهوه في البيت القهوه اللي هي الكافيه بس بمعنى البلدي القهوه البلدي مش فرجه على الماتشات في الكافيه دي بلاستيكيه جدا انا ما بفهمهاش. رقم اتنين ودي مهمه جدا ما تزايديش عليه يعني لقيتيه ما تزوديش معاه ايوه سيبيه هو نجم القعده هو نجم الكنبه وهو المدير الفني المنتخب مصر شخصيا كابتن حسن شحاته بجلاله قدره قاعد عندنا في البيت لقيتيه بيقول باصي 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 اربعه باصي وانت تقولي واحده باصي بقى الله يا عم شوت شوت يا ابني شوت بقى الله مش اكتر من كده لان انتوا بتبقوا مش عارفين ايه القوانين وايه الموضوع وبتزيطوا ايه ايه وتجون فينا يعني ما ينفعش وما ينفعش تسالي احنا مين واحنا بنلعب زامبيا يعني ايه واضحه واضحه جدا يعني شكلهم مصر اهو ودول شكلهم من افريقيا تحت فخلاص مش عايز اللي فيه يبقى عنصري فسكوتي ما تزايديش حاسين ان هو يعني بصي وراه خدي منه حاجه وحط هو بيعمل اصلا بياخد الكلمه بيظللها كده طب بيماركها وكنترول في كنترول في كنترول في كنترول في انت خدي واحده بس زي ما هي كده دراك كده زي العبيطه انت لازم تبقى عبيطه جدا وانت في المطبخ بتعملي الشاي لاتي ولا اي كلام هندوسي من اللي بيتقال تعالي بس وانت جايه معلش ده بقى ايه حته كده ليك انت والله وانت جايه بسرعه متلهوجه طرقعي بالشبشب فانت محضره الشبشب قبل الماتش ما تقعديش تدوري على الشبشب بسرعه ان خلاص راح الافيه خلاص لا انت الشبشب معاكي جاهز وخشي قال ايه قال انا بجد بس كلك قلقان كل نقطه فيك قلقانه جدا على منتخب مصر انت لو ينفع تلبسي عالم البسي يا اختي منى خدي شاور وطلعي بالعالم جاهزه ما فيش مشكله بس انت اطلعي ايه حصل ايه هو هيقول لك عرضه ما تقوليش الحمد لله ما تقوليش الحمد لله لان ممكن تطلع العرضه بتاعتهم واحنا كنا عايزينها تخش لو مش فاهمه مش مهم هو حاجة واحدة مفتوحة للمطلق بتقولها دايما قال لك حصل ايه بتاع كده يا رب يا رب خش وقت ما تسوى وانت ماشية ما تطرقعيش كل المسافة طرقعتين بس لو ربنا بيحبك ودخلت قلت خير ايه اللي مش عارف ايه لو بص طبعا صعب ان هو يبص لو بص هتلاقيه بيقول لك ايه ايه قلت ايه ساعتها ما تعيديش كل القلق خليه في العيون بس ممكن توطي على اي حاجه ايه وادعي لي ادعي لي ادعي لي بالستر والرحمه هيقول لك عرضه يقول لك يا رب بقى وخلاص ثالث حاجه ودي مهمه جدا جدا في الفرجه على الماتش متنازله بتعملي ده مفيش اي مجال للاسئله وانا اسف صدمه مفيش وقت للاسئله مفيش حاجه اسمها يعني نقفل بلاستر على بقنا وكاننا مخطوفين لازم تبقي تتفرجي على التلفزيون مش فاهمه حاجه شايفه يافطه قد صيدليه الرحمه كده مكتوب عليها مش وقت واروح امك وليها سلف لنفسك مش وقت واروح امك امسكي نفسك امسكي لقيتي نفسك هتموتي وتتكلمي خشي طرطري في اي حاجه ده جوه طرقعتين مع همشه العسكري وتعالي تكلميش لان انتوا ايه بقى اللي بيخلي الستات تفشل في الموقف ده ده بعد كل العطاء وكرم الاخلاق اللي هي بتعمله ده تسال سؤال متخلف في وقتها و2-1 لزامبيا في الدقيقه 84 في النهائي هو يعني ايه اوفسايد ساعتها غصب عنه هينسى كل اللي انت عملتيه لان احنا قلبنا اسود في الحكايه دي زيكم بالظبط احنا برضو هو نفس الانسان قلبه اسود ما انت برضو بتعيشي متجوزه 12 سنه وفي السنه ال 12 انت عمرك ما وريتني يوم قاعده ليه يا جاموسه يا مهزقه
12 سنة قاعدة في عذاب يا بنت الجزمة ليه؟ ليه؟ ممضيك على ايه؟ بصامك عليها انا عشان تقعدي 12 سنة؟ احنا كلنا قلبنا يسود في الحاجة، احنا لما بنحب نبيض بنبيض، راجل او ست كل واحد بأدائه. لا لقيتي كل الحاجات دي، بقى ركزي بقى معايا في حاجة، ان انت لقيتي كل اللي انت بتلعبيه ده وتيجي مصر تخزوقك وتخسر. انت طبعا ممنية نفسك بطموحات ده، لولا 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 لو مفيش لولا لولا ده، في سباخ على دماغنا، لان الماتش للاسف الشديد هو عملية جراحية. في ستات بتتعامل ان الماتش ساعة ونص، لا للاسف الشديد هو 6 ساعات بعد الماتش، لان في 4 ساعات هتلاقيه قاعد بيتفرج على شوية بدل. هو يا كابتن محمد لو كان حطها بوط رجله ما حطها بوش رجله وما جاتش، هنرجع في الزمن نشوف هيعملها ازاي. خلاص بتترجمه في ايه؟ هي النجيله برضه عنصر المفاجاه عند اللعيبه، عنصر المفاجاه حرب اكتوبر. ايه اللي بعنصر؟ الناس بتاخد ملايين وكرافتات وبياخدوا مدخلات هاتفيه، والناس بتتكلم يا كابتن من طنطا بقول لحضرتك ان المنتخب في جنوب افريقيا، شوف هات لي عيشك يا ابن الجزمه، هتلاقيه واقف بيتفرج على الكلام ده كله مهتم قوي. ده بالنسبه لنا عبث، فما تتكلميش برضه، واعملي حسابك ان مصر لو خسرت اعتبري ان جوزك حرفيا اقسم بالله مضروب في الموقف. الالم الجسدي والاهانه، راجل مضروب في الموقف، طلع عينه في الموقف، فما تتكلميش في حاجه خلاص يعني، ما سيبيه، لان في 4 ساعات برنامج استوديو تحليلي، وفي ساعتين بعدها تلقيح على فيسبوك بقى والقضيه ممكن، وشايفين الحاجات العجيبه اللي بتتعمل دي، والناس قاعده ما بتشوفش اكل عيشها، وانت يا عيني كان عندك طموحات ومنتخب مصر اهدرها، وانت يا ريتك فاهمه اهدرها ازاي، لان انت قاعده عايزه تعرفي النتيجه منه. ايه كده كسبنا ولا احنا ماشيين صح؟ طيب ولا عشان كده جهز نفسي في حاجه؟ طيب وفي امل ولا ايه؟ 4-1 دي كتير يعني خلاص كده، ولا وبيلي عادي ممكن تتعوض، يلعبوا على كله مثلا فنخسر نكسب، انت مش فاهمه حاجه يعني، فمظلومه. بعد كل ده ممكن مصر تعمل معاك الواجب وتكسب. وهنا يا اختي بقى ما فضلش غير اخر حته اللي فيها قله الحياه، الجميل الحلال. هو تراك عجيب ولكنه مثمر للغايه ومجدي والله، وعملوها الرجاله. هتشغليه انت افرحي قوي، اتاكدي ان مصر كسبت، استني مدحت شلبي يظهر او حد يقول ايه الف مبروك شكرا يا ابن، خلاص بقى والبتاع يشتغل والله عملوها الرجاله. هتلاقي اول 16 ثانيه دم 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 دم، دي حاجه ما ترسش عليها طبعا، لكن وقت كافي تتحزمي فيه قدامه والله عملوها. هتلاقي معاكي قام وهوب فجاه، ايه ده احنا فين؟ احنا دخلنا الاوضه في لحظه بسبب مصر. عودي الحيوان اللي معاكي ان مصر لو كسبت هو حرفيا فعليا هيكسب حاجه، لكن ماتش الخناقه وبتاع انت سيبيها على الله، مش يمكن، لان ساعتها هيكون مشحون، هيكون جميل. طيب فرضا بقى بعد كل هذه التنازلات والعطاء العظيم لقيت ان عادي، بل وبقى بيطلب يعني، عملت قهوه في المكان ورايح جاي شايفه قهوه وبتاع، ومختار يا حلوه من هنا وتعالي يا حلوه من هنا، وايه اللي حصل فيه ايه كل ده وعادي. اصبري وقفي ده واصبري، ولكن ابداي عضي، والله بكلمك كاخ اقسم بالله. لا ابداي عضي بقى، يعني مثلا تبقوا قاعدين بتتفرجوا بقى على حاجه انت بتحبيها وبتتابعيها، نتفليكس او فرح سنيه فلان عايش في جلباب ابي اي حاجه، وانت مكيفه قوي وقاعده مركزه، وهو قاعد جنبك ما بيعملش حاجه، ماسك الموبايل وقاعد بيلعب او حاجه او ساعه كده. ايه يا اسطى مفيش كوبايه شاي ولا حاجه يا اسطى؟ اعتبره ماتش. لو قام عدى في اي وقت قدامك كده عدي يا محمد كده، فكرني بعد كده اقول لك اداب الفرجه على الماتش وعلى المسلسل. ابداي عضي، لقيت ان مفيش لا بيستقبل هنا ولا بيدي هنا، اتطلقي.